بالتأكيد نحن مع أي خطوات تكون في صالح العملية السياسية، بالرغم من أنه خلال كل الفترة الماضية كان هناك توجه نحو حكومة الأغلبية السياسية والتي يشترك فيها المكونات جميعا، ولكن كانت هناك ضغوط أو عانت من تحديات كثيرة في خلال هذه الأشهر ما بعد الانتخابات وإلى حد الآن، وتمارس ضغوط على هذه التشكيلة، ولذلك نحن كنا طبعا مع أي خطوات تخدم استقرار البلد، فسواء كانت حكومة الأغلبية أو كانت حكومة توافقية، نأمل في أنه هذه المرة أن تكون الحكومة في خدمة الشعب العراقي، وأن تكون حكومة خدمات وتلبي ولو جزءا من طموحات الشعب العراقي، لأنه انتفض وخرج من أجل تغيير العملية، من أجل تغيير شكل الحكم، وهذا الحقيقة ما أفرزته أيضا صناديق الانتخابات، وكان من الضروري جدا أنه تحترم هذه النتائج، نتائج الانتخابات، وبالتالي أن تكون العملية ديمقراطية كما في كل دول العالم، بأن تكون هناك تشكيلة من الأحزاب الكبيرة والأحزاب القوية ومن ينضم إليها أو من يذهب نحو المعارضة.